introducing his opponent, fighting out of the red corner, Mustafa Mahmoud. نزال من اللاعب مع عمرو جمعه ومصطفى محمود. عمرو جمعه ركن ازرق، مصطفى محمود ركن احمر. طبعا شايفين عمرو جمعه مع مدربه. And now this fight is three rounds in the lightweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist and striker, holding a professional record of 1 win and 2 losses. He stands at 5 feet 8 inches tall and weigh in at 155 pounds, 70 kilos, from Egypt, Amr Gorma! And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist and striker, holding a professional record of 2 wins and 2 losses. He stands at 5 feet 10 inches tall and weigh in at 155 pounds, 70 kilos. Representing Team Al Alami from Egypt, Mustafa Mahmoud. And when the action begins, the referee in charge is Peter Al-Saidi. طبعا شايفين اللاعبين مع بدايه الجوله الاولى، لاعب عمر جمعه واللاعب مصطفى محمود. فيرست راوند ابتدت. شايفين لو كيك مصطفى محمود، حركة خيانة غريبة وفي ثقة زيادة. حاول يستسكن طبعا حتى الآن، في المفروض يعني جس نبض من اللاعب عمر جمعة. فوت ورك كويس. عمر جمعة حتى الآن أظن الحكم ممكن يدي، أو الحكم بيروم يدخله، الحكم يدخل
الحركان الجانبيه من مصطفى محمود معلوكي قويه مع كوانتر اتاك جميل من عمر جمعه مع محاوله تيك داون. اظن الوضعيه ديت مش وضعيه صحيحه شويه اهو انت هيجي منها تيك داون. في الوضعيه ديت دايما اللي بقى كنترول الوسط بيبقى ليه افضليه شويه. طبعا شايفين سيطره من مصطفى محمود على الول. مصطفى محمود ساب كنترول كان من كنترول جميل جدا بس سابه ورجع تاني لنص الحلبه. كوانتر اتاك تاني من عمر جمعه مع فول ماونت انتهت بفول ماونت. مصطفى محمود قلب الوضع تاني من فول جارد فول وان فول ماونت من مصطفى محمود. هنا طبعا شايفين محاوله ريكفري من عمر جمعه للهاف جارد. فول ماونت فول ماونت مميز. وضعيه صعبه جدا فول ماونت من اصعب وضعيات الانمي لما تتاخد فول ماونت. طبعا الهروب بقى صعب جدا وكل الضربات بتبقى نازله عليه بتبقى موقف من اصعب المواقف في الانمي والخروج منه بيبقى اصعب. شايفين اعتلاء كامل من مصطفى محمود. ما زال عمر جمعه بيحاول ان هو يخرج من الفول ماونت لكن الوضعيه صعبه. حتى الان فول ماونت كامل. انا اعتقد لو انا في مكانه هبتدي اضرب انا كده كده عامل كنترول. ايوه بالظبط هو ده مفروض مصطفى محمود مفروض عمر جمعه يبتدي يقلب الوضعيه. بيبقى اصعب وضعيه في وضعيه فول ماونت لما بيبقى اللاعب عامل بريشر فوق في ناحيه اتجاه الصدر بيبقى اصعب من الوسط تحت. الوسط بيبقى اي تحرك بيقلب الوضعيه لسويب على طول. طبعا شايفين اللاعب محاولا للذهاب الى الول. ضربات ضربات من مصطفى محمود. وضعيه صعبه جدا. هيحاول يستخدم القفص عمرو جمعه عمر جمعه. ساعات في اوضاع فول ماونت اللاعب قافل كويس الى حد ما بس ما ينفعش الوضعيه دي تفضل كتير. وضعيه سيئه جدا وضعيه الفول ماونت. حمر من مصطفى محمود وطبعا اداله الباك. الحكم هيوقف النزال هنا ولا ليه راي تاني؟ اظن الحكم هيبتدي يوقف الماتش ولا لسه ما زال اللاعب متمسك في الفايت. عشر ثواني تفصلنا عن الجولة الأولى. طبعا اللاعب مصطفى محمود سيطرة كاملة في الجولة ديت. جدا في الرياضة شرفونا بره مصر كابتن احمد فارس 1 اف سي كابتن احمد امير في بريف كابتن اسلام سياحه في اريس كابتن اسلام نادر.
الجولة الثانية ايه اللي هيتم فيها. الجولة الثانية خلاص على ابتداء بين اللاعب مصطفى محمود واللاعب عمر جمعة. فين دخول جميل جدا من اللاعب مصطفى محمود واللاعب خسارة في الجولة. بعد ما سيطر كل الجولة الأولانية كان في سيطرة كاملة الجولة الأولانية. تانية فعلا المكسب مش معروف هيبقى فين. شايفين اللاعب مصطفى محمود طبعا فريق زاك أكاديمي ينتصر على اللاعب مصطفى محمود. اللاعب عمر جمعة من أكاديمية زاك أكاديمي ينتصر مصطفى. كانت صعبة جدا بالنسبة للاعب مصطفى محمود لكن جه جولة وحقق انتصار. فرحة من اللاعب عمر جمعة. شايفين طبعا الحزن مسيطر على مصطفى محمود لكن ده دي الام ام اي يعني يوم ليك ويوم عليك. الجولة الأولى أنت كنت كسبان. الجولة الثانية كان عمر جمعة ليه رأي تاني. طبعا مع اعلان الفوز دلوقتي اعلان الفوز اللاعب عمر جمعة في الجولة الثانية. Ladies and gentlemen, after 29 seconds of the second round, the winner by KO, Amar Goma! I'm not going to be able to do that.